ജാമിയ മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയ 43-ാം വാർഷിക സന്നദ്ധാന സമ്മേളനം 4-ാം സെഷനിൽ ഹാഫിസ് കോൺവക്കേഷനിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു മർക്കസിൻ്റെ ആദരണീയരായ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങൾ. വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تبارك لنا في جميع أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ووفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم انتصرنا انتصار أوليائك على أعدائك يا رب العالمين. اللهم سلمنا وسلم معاهدنا وسلم علماءنا من نافات الدارين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم سلمنا وسلم معاهدنا وسلم علماءنا من نافات الدارين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وعمرا في طاعتك طويلة. اللهم إنك تعلم حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء فقضها يا قاضي الحاجات. وإنك تعلم أمراضنا وأمراض مرضانا فاشفها يا شافي الأمراض. ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تردنا خائبين بمحض فضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.